الأغلب وصلت ميزة الأفاتار في الواتساب، يعني تقدر تكون أو تكونين شخصية لك بهذا الشكل، تعبر عن شخصيتك وتصير هي زي الملصقات، فتقدر تحط مثلا لون البشرة في البداية وبعدها الشعر وكل هذه الأشياء زي السناب، وبعد ما نضيفها أو نضيفينها بتكون هنا الملصقات كلها بنفس الشخصية. يقدر واحد انه يعبر بها فقط ملصقات، اي نعم فقط ملصقات كذا، الكل حب ضحك حزن غضب تفاعل. ولو يبغى الواحد يرجع بس تضغط هنا مرة ثانية تحط الاشياء العادية القديمة. واتساب تجاري ما وصلت، صحيح هي توصل بالتدريج، عشان كذا انا شوي تأخرت يومين كذا لتأكد انها وصلت الكل، بس البزنس توقع إلى الحين يبيلها شوي.